فاهم بالمخ اللي هي النيورولوجي لان كله فاهم. فانت لازم تبقى قد المسؤوليه عشان ما تستفزنيش من انت بي. الموضوع ده مهم خلي بالك. البي اتش اسمه باروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبين. انا خليته الاخر ده اهم حاجه في حصه النهارده ضرب النصر. مش معنى اهم اكتر حاجه في الكوره والريتين والكيسز. واحنا لما صنفناها صنفنا انترا ماسكولار ولا اكسترا ماسكولار؟ اسمه باين انترا ماسكولار لان في كلمه هيموجلوبين. هيموجلوبين يعني بيتصرف هيموجلوبين في اليورين. طب يا انترا ماسكولار هيموليسيس. السؤال الاول ده الوحيد في عيوب الار بي سي اللي كان اكوايرد. كل عيوب الار بي سي كانت ايه؟ وراثيه. ده الوحيد اللي اكوايرد. هتقول كونجنتال غلط ابدا. هتقول وراثي غلط مش وراثي خالص خالص. ده اكوايرد 100% يعني يعني العيال مولود كويس جدا وفي يوم من الايام سبحان الله جات له فيها. ايه اللي جاله؟ البي ان اتش 100% سببه انون لكن احنا فاهمين 100% ايه اللي بيجرى. يعني عارفين كويس جدا الميكانيزم مش 99 100% عارفين الميكانيزم بس الناس بقى مش عارفين ايه اللي جابها. اللي بيحصل ان دي ستيم سيل. ستيم سيل ستيم سيل دي هي الخليه الايه في البون مارو. خلي بالك دي مدر. الجزء ده مش بس اهم واحد ده يعتمد 100% على الفهم. الستيم سيل دي الخليه الام المادر سيل اللي بعد كده بتتطور الى الماتيور سيلز. ثلاث خطوط انتاج ار بي سيز واي بي سيز وبليكتس. اتولد البيشنت اللي عنده بي ان اتش ده الحمد لله طبيعي جدا وفي يوم من الايام لسبب ما نعرفوش خالص جاله كلمه واحده ميوتيشن تحور. ميوتيشن في الستام سيل. تعرف يعني ايه ميوتيشن؟ تحور اتغيرت لخبطه ديستربنس خلل خلل في الستام سيل دي ميوتيشن. يبقى انت توصف الميوتيشن هنا 100% انها اكوايرد مش كونجنت. حصل ايه؟ حصل ان الستام سيل دي بتنتج سيلز وحشه. وحشه تبع تقسيمه كانت تبع عيب انزيم ولا عيب هيموجلوبين ولا عيب ميمبرين؟ عيب ميمبرين. صح عيب ميمبرين. ايه العيب الميمبرين؟ العيب الميمبرين كالاتي. خلينا نبتدي الاول بالار بي سي. هو بيأثر على الثلاثة سيلز بس مين ار بي سيز وبليتلتس. يقوم يعمل ايه؟ دي الار بي سي كده. ار بي سي ممتازه طبيعيه لكن العيان ده بقى الار بي سي بتاع البي ان اتش اللي جايه من ستيم سيل ار بي سي وحشه لان جايه من ستيم سيل وحشه. وحشه في ايه في الممبرين؟ ازاي؟ نورمال. نورمالي في الانسان الطبيعي فيه دول. دي عباره عن الكور اللي انا عمال الونها دي بروتينز. طب واذا كانت البروتينز دي موجوده على سطح السل يبقى اسمهم سيرفس بروتينز. وعشان هم كتار قوي نورمالي موجودين خدوا ارقام. فعندنا حاجه اسمها مهمه جدا جدا سي دي 55 والسي دي 59 واشياء اخرى. طب دول لازمتهم ايه؟ فايدتهم ايه؟ سبحان الله. فايدتهم للار بي سي حمايه بروتكشن. هنا بقى مش ضد الاوكسيديتيف ستريس بتاع العيان الجي 6 بي دي. لا خالص. السي دي 59 وال 55 اللي موجودين على سطح السل بيحموها لو فرض في يوم من الايام اتهاجمت بالكومبلمنت اوتولوجس كومبلمنت. في بعض الاحيان بيتدن الكومبلمنت بتاعك. بيتدن لو حصل خلل في جهاز المناعه. الكومبلمنت ده جزء من الايميون سيستم؟ اه ولا لا؟ في بعض الناس بيتدن الكومبلمنت ده ويهاجم السل. على سطح السل في جيش سي دي 55 و59 واشياء اخرى يمنعوا الكومبلمنت يوقفوه عند حده يمنع تكسير الار بي سي. ازاي؟ انا لسه ما قلتش. مين اهم في الدفاع 55 ولا 59؟ مفيش مقارنه. 55 اهم كتير اقوى كتير دوره اعلى ميجور رول. ازاي؟ شوف الكومبلمنت ده الكومبلمنت ما يقدرش يكسر الار بي سي ولا يقدر يهاجمها الا لو استعان بمساعد. الكومبلمنت ده لما يهاجم ار بي سيز ما يقدرش يهاجمها لوحده لازم يجيب معاه مساعد عشان يكسر الار بي سي. الكومبلمنت بيحتاج حاجه اسمها كونفرتيز انزيم عشان يعمل الهجوم بتاعه. كونفرتيز انزيم. عارف بقى السي دي 55 ده بيعمل ايه؟ السي دي 55 ده وال 59 بس بالذات ال 55 اسمه دي اي اف. خلي بالك بس ده ايه؟ الدي اختصار ديكي. يعني ايه كلمه ديكي؟ نعم؟ لا؟ لا؟ لا لا ديكي يعني تحلل تكسير تدمير ديستراكشن بيكسر تحلل ديكي. ايه اكسلريتنج فاكتور. فاكتور يعني عامل. فاكتور يعني ايه كلمه اكسلريتنج؟ بيسرع. عارف السي دي 55 ده ليه سموه كده؟ لانه بيسرع عمليه ديكي. السي دي 55 بيسرع
بيحفز بينشط عملية تحلل مين؟ الإنزيم توفيتيز بيساعد بيحفز وبينشط بيسرع عمليه تحلل الانزيم اللي اسمه كونفرتيز. طب اذا عمل كده يقدر الكومبلمنت يهاجم؟ لا، في الحاله دي يفقد الكومبلمنت ايه؟ خلاص الكومبلمنت ما يقدرش يهاجمك من غير كونفرتيز انزيم. فاصبح عندك السي 55 ده ميزه ولا جدا؟ ليه سموه دي اف؟ لانه بيكسر الكونفرتيز. لقوا بقى ان العيانين دول اللي عندهم دي ان اتش حصل تحور في الستام سيل وحشه، انها لا فيها CD55 ولا فيها CD59. طب وإذا معها كان ما فيهاش البروتينات دي؟ زي ما كان من شوية السيل ما فيهاش G6PD اتهاجمت بالأكسجين. هنا ما فيهاش البروتينات دي، تبقى معرضة لهجوم مين؟ كومبلمنت يكسر السيل دي. هيموليزيس تتسمى على الجنب كده هيموليتيك أنيميا. هيموليتيك أنيميا. خلي بالك بقى من الكلام واحدة واحدة. اسمها هيموليتيك هيموليتيك انيميا، والتكسير ده بيحصل جوه السيركيوليشن في اسمه انتا فاسكولار هيموليسيس. ادي واحد. اثنين، العيانين دول زي ما معلمهمش البروتينات دي على سطح الار بي سي في سيل ثانيه بتتاثر جدا، بليتلتس. الله، طب ما البليتلتس دي تعتبر اخت الار بي سي ولا لا؟ انا جاي من ام واحده اللي هي مين؟ ستام سيل. اذا الام دي ما نزلتش سيرفس بروتينز على الار بي سي يبقى مش هتنزل سيرفس بروتين على البليتلتس والوايت بلاد سيلز. بس مين البليتلتس؟ يوم الكومبلمنت زي ما هاجم ار بي سي هاجم بليتلت. قالوا الاتي، لما الكومبلمنت هاجم الار بي سي عمل فيها ايه؟ تكسير هيموليتيك انيميا. لكن لما الكومبلمنت يهاجم البليتلتس ما بيكسرش، بيلزقوا في بعض. يعني ايه؟ يعني الجريمه اللي بيعملها في البليتلتس مش تكسير، تلزيق في بعض. طب واذا البليتلت، طبعا مشكله كبيره، يعمل حاجه اسمها بليتلت اجريجيشن. طب واذا لزق بليتلتس في بعض يبقى العيان ده رايح في سكه ايه؟ جلطه، ثرومبوزس. يبقى تاني حاجه هكتبها هنا ثرومبوزس، ده عيب ار بي سيز الاولاني وده عيب بليتلتس. دي المشكله الاولى اللي عند عيان البي اتش. دي بروبلم نمبر 1. بروبلم نمبر 1 ان ما عندوش التي اف اللي هو سي دي 55 وما عندوش سي دي 59 اللي بيحموه ضد مين؟ الكومبلمنت. فالار بي سيز بتتكسر والبليتلتس بتلزق. ار بي سي تتكسر كده هيموليتيك انيميا، بليتلتس تلزق تبقى ثرومبوزس. ادي تاني حاجه. دي اول مشكله. اول مشكله، المشكله دي قلنا عليها كونجينيتال، صح؟ غلط خالص، اطول جدا. ميوتيشن، تحول في الستام سيل. تاني مشكله عند البيشنت ده برضه في البوم مارو. خلي بالك بالتقيل قوي مكتوب انون، بس احنا عارفين ايه اللي بيجرى بس مش عارفين سببه. هو ايه اللي عمل ميوتيشن؟ ما نعرف. تاني مشكله ان البوم مارو هنا بيبقى عنده هايبوبليزيا، يعني البوم مارو هنا مكسل ضعيف مش شغال كويس. يعني ايه هايبوبليزيا؟ يعني ما بينتجش سيلز كفايه. طب وزي ما بينتجش سيلز هو بينتج كام نوع؟ ثلاثة. بينتج اعداد قليله، بدل ما ينتج 5 مليون ار بي سيز ينتج 2 مليون، بدل ما ينتج 4 مليون ار بي سيز ينتج 2 مليون، سوري 4000 ينتج 2000 اند سو اون. فيقوم يقل ار بي سيز عددا، واي بي سيز عددا، وبليتلتس عددا، تبقى باد باد سيتوبينيا. طب بس خلي بالك بقى باد سيتوبينيا هنا التلاتة ناقصين. طب من ضمن التلاتة الناقصين في ار بي سيز ولا؟ طب يبقى لحد النقطة اللي بكلمك فيها دي في كام سبب نقص الار بي سيز؟ سببين. سبب الهيموليسيس بتضاف عليه البومبر هايبوبليزيا. وعلى فكرة كلمة هايبوبليزيا هي كلمة ابليزيا، لأن هايبو يعني ناقص، ا يعني ناقص قوي لدرجة مفيش فرق. فرق بس في السيفيريتي. كويس. يبقى هنا في عنصر ايه؟ ابليزيا أو هايبوبليزيا، يعني البومبر ضعيف. طب وده ساهم في حدوث في زياده الانيميا ولا لا؟ يبقى عندي ثلاثي هيموليتيك انيميا، ثرومبوزس، بان سيتوبيا. افتكر فوكس قوي، المرض ده بيتشخص بالثلاثي ده. بس في حاجه، اذا انا قلت ثرومبوزس هنا بسبب عيب بليتلتس، طب البان سيتوبيا دي عدد البليتلتس ايه؟ نقص. طب واذا عدد البليتلتس نقص يبقى العيان ده ميال لايه؟ ينزف بليتلتس. ينزف لان البليتلتس مسؤوله عن انه يمنع النزيف. اذا عدد البليتلتس نقص يعني ثرومبوسيتوبينيا يقوم ينزف. طب دي غلط ودي نزيف، اصبح البيشنت ده يجرب وينزف مع بعض. دي تاني مره ما ينفعش كسر. انا مش هعرف كسر. انا بتكلم عن شعر ثرومبوتيك ثرومبوسيتوبينيك. دي غلط، دي فيها غلطه ونزيف. اكل دي اصيحه دماغك. ودي نمره اتنين، وحضر دايما الامتحان اورال الامراض اللي فيها جلطات ونزيف وازاي بتحصل.
لسته طويله عميده. ده تاني مره طويله بيطلع عشان البليتلتس تساعد بفعل مين؟ قتل. والبليتلتس نقصت لان الجوم الوحش حصل الثلاثه دول. يجي لنا الايه كلينيكال؟ البيشن ده. نمره واحد سهل جدا. جنرال كلينيكال بيكتشر اوف هيموليتيك انيميا بس الهيموليتيس ده انترا ولا اكسترا؟ كان زمان فاكرين ان هو انترا فاسكيولار هيموليتيس مكتوب عندك نوكتورنال. محدش سالني ليه اتسمى نوكتورنال. خلي بالك بس دي خطا شائع شويه. نوكتورنال كانوا زمان فاكرين انه بالليل بس فسموه نوكتورنال. دلوقتي لا ده هو ممكن يحصل في اي وقت ليل نهار. طب ليه زمان لم سموه نوكتورنال؟ لانه كانوا فاكرين ان الكومبلمنت بينشط بالليل. يعني نشاط الكومبلمنت بيبقى ازيد بالليل. طلع الموضوع مش دقيق قوي وممكن يجي في اي وقت. بس هو في النهايه هيموجلوبينوريا لانه بيكسر فين؟ انترا فاسكيولار. فكلمه نوكتورنال مش دقيقه. ثالث حاجه البيشنت عنده انفكشن عشان مين؟ ليه؟ عشان ايه؟ نقص نقص وايت ديزيز كجزء من بداية السيتوبينيا. ويجي له وجع في العظم وفي ظهره وفي بطنه نتيجه اسكيميا. الاسكيميا مين؟ الترمبوزس. الاسكيميا دي بسبب الترمبوزس بتعمل اوجاع في العظم وفي الظهر وكده. كلينيكال كومبليكيتد. نمره واحد بايرن ديفيشنسي انيميا. الحصه بتاعت الايرن ديفيشنسي انيميا قلنا ان من ضمن اسبابها هيموجلوبينوريا. طب هو ليه هنا في ايرن ناقص؟ عشان هيموجلوبين بيهرب في اليورين وهو نازل بيتحول لهيموسيدرين. احنا الحصه طلعت الانترا فاسكيولار هيموليسيس كان فيها هيموجلوبينوريا هيموسيدرين. يعني هروب الهيموجلوبين في اليورين ده سبب مهم جدا لنقص الايرن. وده عكس تماما اللي بيحصل في الثلاسيميا. الثلاسيميا ايرن اوفرلود. لكن في ان اتش قلناها المره اللي فاتت ايرن ناقص. يقول لك ايرن ناقص ليه؟ يقول له بيهرب هيموجلوبين في اليورين وبيتحول لهيموسيدرين. يقول لك بيهرب ليه هيموجلوبين في اليورين؟ يقول له لانه انترا فاسكيولار هيموليسيس. السؤال اللي بعد كده ليه هنا بقى سهم كمان على الانيميا دي؟ الانيميا هيموليتيك مش كده؟ وجزء منها ابلاستيك لان الجمر ضعيف. والجزء الثالث ايرن ديفيشنس. ثلاث حاجات هنا بيكونتريبيوت للانيميا. الانيميا هنا ثلاثي. نمره واحد هيموليتيك. نمره اثنين ابلاستيك. يعني ايه ابلاستيك؟ يعني الجمر ضعيف. وثالثه ايرن ديفيشنس. مين من الثلاثه دول اهم واحد؟ مين من الثلاثه دول اهم واحد؟ فالدرس بتاع هيموليتيك طبعا. هيموليتيك طبعا. اثنين من ضمن الكومبليكيشنز البيشنت بيجي له ابلاستيك انيميا صح؟ بلاستيك انيميا دي التطرف الشديد قوي للهايبوبليزيا. يعني ايه هايبوبليزيا؟ يعني هو مره مكسل. طب لو كسل قوي يبقى مور هايبوبليزيا. طب لو كسل قوي قوي يبقى ابليزيا اسمها بلاستيك انيميا. يجي له اكيوت لوكيميا. اكيوت لوكيميا ده سرطان. انت ممكن تقول ما نعرفش. لا احنا عارفين ليه. عارفين ليه؟ لان العيان ده مشكلته ايه؟ ميوتيشن في البومر. طب ما لو جاب له ميوتيشن في البومر مش هيخليك تستغرب لو جاله في يوم من الايام مالجنت ميوتيشن. اذا حصل له ميوتيشن ممكن جدا يحصل له تحول سرطاني. فممكن جدا معرض لاكيوت لوكيميا ثالث كومبليكيشن بانسايتوبينيا اللي هي دي. الدرس بتاع احنا ما خدناش بانسايتوبينيا لسه. هتلاقي ان في الاسباب بتاعت البانسايتوبينيا مربع من ضمن اسبابه باروكسيزما النوكتورنا الهيموجلوبينوريا 100%. اخر حاجه ثرومبوزس. طب احنا ليه كاتبين ثرومبوزس مره كمان في الكومبليكيشن ده؟ هتموت موربيديتي ومورتاليتي. يجي وايد سبريد ثرومبوزس. يقول لك ثرومبوزس سببها ايه؟ قول له اتاك للبليتلت بالكومبلمنت. يقول لك ليه في اتاك؟ يقول له ان البليتلت دي تعتبر من غير دفاع. طب هو يعمل ثرومبوزس. طب يبقى العيان عنده ثرومبوزس وعكسها ايه؟ بليدنج. يعني في بان سايتوبينيا. يقول لك طب هو الثرومبوزس فين؟ قول له اي مكان. يقول لك فين؟ اي مكان. فين؟ كل حته في الجسم. اكزامبلز اشهر ثلاثه برين وليفر ويتستر. اشهر ثلاث اماكن هنا بيجي لهم ثرومبوزس برين وليفر ويتستر. برين وليفر ويتستر. برين يعني ايه؟ لو ستروك. طب ما تي تي بي كان فيها ستروك صح وبليد ستروك. يجي في الانتستين يعمل ميزنتيك اسكيميا. ميزنتيك اسكيميا بيجي في الليفر يعمل في الليفر ثرومبوزس. نعم ميديوز بات كاري سندروم صح. برافو عليك اسماء. ما خدناش بات كاري. بات كاري سندروم نعم معانا طبعا بات كاري سندروم. وبات كاري سندروم ده انسداد في الفينز الكبيره بتاع الليفر ولا الفينز الصغيره؟ امال ايه الفينو كلوزر؟ صغير ما خدناش ليفر. بات كاري سندروم انسداد في الفينز الكبيره بتاع الليفر. لو سمحت اجله حتى ما اروح على الليفر. في كل الحاجات دي لازم تحفظ الترايات ده. فكرني بس انا قدامي دقيقتين فكرني اقول ان شاء الله على الترايات ده حاجه واحده. جنرال انفستيجيشنز اوف هيموليتيك انيميا. وتكتب بالتقيل قوي انفستيجيشنز اوف انترا فاسكيولار هيموليسيس اللي هم مين؟ اربع حاجات. انا اقول لك زمان كان اهم انفستيجيشن ان انت تثبت ان بيحصل هيموليسيس لما ينشط الكومبلمنت. خلي بالك زمان مش دلوقتي. كان اهم انفستيجيشن هي ان انت تثبت ان يحصل هيموليسيس لما الكومبلمنت ينشط. يبقى انت بتثبت نظريا
طب ازاي تنشط الكومبلمنت؟ في طريقتين. تضيف للار بي سيز تعمل لها اسيديفيكيشن. الاسيديفيكيشن ده تيست اسمه هام تيست ده باي اللي انت بتعمل اسيديفيكيشن اوف ذا سيرم. ده اكتر حاجه تنشط الكومبلمنت اسيديفيكيشن. او تضيف عليها سكر اسمه سكروز لايسيس تيست. ليه سموه سكروز لايسيس؟ لايسيس اللي بيحصل هيموليزيس. سكروز انا بضيف سكر. الاثنين دول بينشطوا ايه؟ كومبلمنت. كان زمان ده اهم حاجه قبل لما يكتشفوا اللي جاي اسمه فلو سايتومتري. المره اللي فاتت قلنا فلو سايتومتري فاكزامبل. دلوقتي ده بتقول عليه موست امبورتنت انفستيجيشن. ايه ده؟ من غير دخول في تفاصيل كفايه قوي يقول الجهاز بيقدر يقيس او يقدر يشوف فيه ولا مفيش سيرفيس بروتينز على سطح السيلز. طب انت لو دخلت الدم بتاع العيان في جهاز الفلو سايتومتري تطلع النتيجه هنا ايه؟ ان عنده على الار بي سيز والسيلز في ولا مفيش سيرفيس بروتينز. ابسنت سيرفيس بروتينز اللي هم سي دي 55 و59 و55 سموه تي اي اف. احنا فهمنا جت منين التسميه. نمره واحد في التريتمنت سيمتوماتيك تريتمنت علاج الانيميا. بص بقى واحده واحده ليه بندي للانيميا دي ايرون؟ لان ايرون ناقص. ليه بندي اندروجين؟ لان الاندروجين ده بينشط البومر. طب هو البومر مكسب؟ ايوه. وترانسفيوجن ثيرابي كالعاده اللي هم الثلاثه انرجيسكس عشان الوجع عنده وجع بالاسكيميا. انتي بايوتكس لان عنده انفكشن من نقص الوايت بلاد سيلز. وانتي كوجيليشن ليه؟ للجلطات. الكلام ده سيمتوماتيك. هل ده شفاء؟ ده مش شفاء. امال ايه الشفاء؟ بوم مارو ترانسبلانتيشن. لان بوم مارو معيوب. ديت تكستيل سيلز معيوبه. الشفاء سبحان الله عند ربنا سبحانه وتعالى كيور بوم مارو ترانسبلانتيشن. لكن لحد لما تعمل له بوم مارو ترانسبلانتيشن تدي له كورتيكوستيرويدز. دوره ايه الكورتيزون؟ انهبيشن اوف ذا كومبلمنت. داون ريجوليشن اوف ذا كومبلمنت. داون ريجوليشن يعني بينهبت الكومبلمنت. بيعطل الكومبلمنت. الكورتيكوستيرويدز بديك داون ريجوليشن اوف ذا كومبلمنت. بص دول الثلاثه ده الترايات. انا خلصت الحصه. الثلاثه دول هم الترايات هيموليتيك انيميا وترومبوزس وبانسلوبينيا موجودين في البي ان اتش. هم تاني وثالث. ثالث ده في الدكتوراه مالناش دعوه لكن عليك في البكالوريوس اللي بيعمل هيموليتيك انيميا وترومبوزس. مش هيموليتيك انيميا او ترومبوزس. ده بلس ده بلس ده ثلاثي هو بي ان اتش وسيستميك لوبس. اكيد ما خدناش. بس خلي بالك ما تنساش برضه ان المرض ده مرض من الامراض اللي بتعمل حاجه وعكسها ثرومبوزس وبليدنج. مظبوط. كان زمان فاكرين في الليل